نبداو عدد اليوم جورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء الرياضي يزم الدفاع الجديد بثنائيه ويتصدر مؤقتا البطوله الوطنيه، ورجع فريق الرجاء الرياضي بانتصار مهم خارج القواعد على مضيفه الدفاع الحسين الجديد بهدفين نظيفين في المباراه اللي جمعت بين الطرفين امس السبت على ارضيه ملعب العبدي بالجديده لحساب الجوله الثامنه من البطوله الوطنيه. وشهد الشوط الاول من المواجهه اداء رتيب من قبل الطرفين وندرت فرص التسجيل، بحيث فشلوا الفريقين في نزع البياض على عداد المواجهه وسط راحه شبه تامه لحارسين المرمى سفيان بن رحو وانس الزنيتي. وفي شوط المباراه الثاني تمكنوا النصر الخضر من افتتاح حصه التسجيل عبر زكريا العبطي البديل بعد تمريره عرضيه مخادعه استقرت في مرمى الدفاع الجديدي واعلن على اولى اهداف المواجهه دقيقه 53. وساهمت تغييرات المدرب التونسي سعد الشابي في تغيير ايقاع المواجهه بحيث تمكنوا النصر الخضر من اضافه هدف اخر عبر نسيل الحفيظي وتمريره منه صوب احداد اللي وضع في الشباك، غير ان الحكم الغى بدايه التسلل وانتفضوا لاعبين الجديده رغبه منهم في تعديل الكفه والعوده في نتيجه اللقاء، خاصه عبر نسيلات زكريا حدراف وتسديدتين لمحمد فكري مروا محاديين للمرمى. وتواصل ضغط اصحاب الارض عبر بعض الفرص المحتشمه اللي كانت ابرزها تسديدات القعداوي وكره بوبل الحسن اللي كانت قريبه من تعديل الكفه. في وقت جرى الدراجة الرياضي بواسطة النهيري اللي اصطدمت رأسيته بتألق الحارس بن رحو ونجحوا النصر الخضر في إضافة الهدف الثاني من ضربة رأسية لمروان الهدودي اخترقت شباك الدفاع الجديدي، وبها انتهى حوار ملعب العبدي بانتصار فريق الرجاء بهدفين نظيفين. وبذلك استعدوا رفاق عبد الإله الحافظي توازنهم محليا وحقوا انتصارهم السادس في البطولة مقابل تعادل وهزيمة وحيدة وضفروا بثلاث نقاط جديدة رفعت رصيدهم من نقطة 19 في الصدر مؤقتا. حكم مباراة الجديدة والرجاء يثير السخرية وخبير في التحكيم يشرح اللقطة، وأثر حكم الشرط في مباراة الدفاع الجديدي ضد نظيره الرجاء الرياضي السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، واضطر مساعد حكم الساحة في مباراة الرجاء والفريق الدكالي لمغادرة منطقته اللي هي خط تماس بأمتار طويلة والدخول لرقعة الميدان، وذلك من أجل تتبع هجمة رجاوية وهي لقطة نادرة الحدوث في مباريات كرة القدم. ولقات اللقطة سخرية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تم تداولها على نطاق واسع. وحسب خبير في مجال التحكيم في حديث لإحدى المواقع الإلكترونية فمساعد سامي القزاز طبق قانون التحكيم الجديد وهو دخول حكم في الشرط لرقعة الملعب بهدف تتبع الهجمة في حال ما تعذر على حكم الوسط تتبع الهجمة بشكل دقيق. لسعد الشابي يستشهد بالعرجون لفرض قرار جديد في الرجاء. وفي تفاصيل الخبر استشهد التونسي لسعد جردة الشابي ومدرب فريق الرجاء بلاعب خط وسط ميدان فريقه عمر العرجون لفرض الانضباط داخل المجموعه الرجاويه. ووضح مصدر خاص ان لسعد الشابي حرص الخميس الماضي قبل بدء اول حصه تدريبيه استعدادا للمباراه الجديده الحديث اللاعبين وتذكيرهم اهميه الانضباط داخل الفريق الاخضر سواء في المباريات الرسميه او خلال الحصص التدريبيه، ونوه مدرب الرجاء الرياضي بعمر العرجون وطالب لاعبيه بالاقتداء به على اعتباره اللاعب النموذجي في النادي الاخضر، وذكرهم ان عمر العرجون ما كيتاخرش على موعد التدريب وما كيتدخلش في اختصاص الطاقم التقني للفريق الاخضر وما سبقش ليه واحتج على وضعه كاحتياطي، اضافه لانه كيحرص كثيرا على تطبيق التعليمات اللي كتعطى ليه خلال المباريات الفريق الرسميه. الرجاء الرياضي يفوز باول ديربي على الغريم التقليدي في عهد انيس محفوظ، وفاز فريق الرجاء الرياضي الاقل من 15 سنه يوكاز على مضيف غريم التقليدي في ديربي الصغار بهدف دون رد، وذلك في المباراة اللي جرات أمس السبت على أرضية محمد بن جلون بالدار البيضاء، ونجح الفريق الأخضر في تحقيق الانتصار على الغريم التقليدي بهدف لصفر بحيث تم تسجيله في الشوط الأول وظل صامد لغاية نهاية المواجهة بين الطرفين. يشار أن هذه المواجهة بين الرجاء والغريم التقليدي كتدخل ضمن أولى جولات البطولة الوطنية لفئة أقل من 15 سنة، وكيتعتبر هذا الديربي هو الأول من نوعه في عهد الرئيس الجديد أنيس محفوظ في انتظار فوز الفريق الأول الرجاء بديربي الكبار إن شاء الله الأسبوع المقبل. أنيس محفوظ يؤجل لقاء تسليم السلطة مع الأندلسي لهذا السبب، وقرر أنيس محفوظ الرئيس الجديد لفريق الرجاء الرياضي تأجيل اجتماع برشيد الأندلسي من أجل تسليم السلطة بين الطرفين بخصوص رئاسة النادي الأخضر. ووضح مصدر راجي ومسؤول أن الرئيس الجديد قرر تأجيل الاجتماع لحين توزيع المهام بين أعضاء مكتبه المسير واتفاق على أمين مال الفريق، الاعتبار أن هذا الأخير كان باغي أنه يكون حاضر رفقة أنيس في الاجتماع لتوقيع الوثائق الإدارية اللي غيتسلموها الطرفين من الرئيس السابق، ومنتظر باش يتم تسليم السلطة بين الأندلسي وأنيس محفوظ اليوم وبداية المهام الإدارية بشكل رسمي. وكان أنيس محفوظ عقد اجتماع مع لسعد الشابي مدرب الفريق الأخضر ورفقة أعضاء مكتبه المسير، كما عقدوا اجتماع مع المدير الرياضي باتريك ديويلد وموظفي النادي لتقديم المكتب الجديد.
يهم الرجاء الأندية ترفض بروتوكول عودة الجماهير للمدرجات، ورفضت أندية البطولة الوطنية البروتوكول الصحي اللي فرضته وزارة الداخلية واللجنة العلمية لعودة الجمهور للملاعب بعد تحسن الوضعية الصحية بالمغرب في الأسابيع الأخيرة. وكشف مصدر جامعي مسؤول أن أندية البطولة الوطنية رفضت البروتوكول الصحي حيت غيفرض عليها تحمل آباء مالية إضافية، خاصة أنها أصبحت ملزمة بتوفير مراكز صحية داخل الملاعب تحسبا لظهور إصابات، إلى جانب قياس حرارة الجمهور وتعقيم جميع مرافق الملعب، مع السماح فقط بنسبة ملء الملعب ما كتعداش 40 حتى 50%. ووضح المصدر ذاته أن الالتزام بالبروتوكول الصحي غيزيد من المتاعب المالية للأندية اللي مازال كتعاني ماديا في ظل الأزمة الصحية. رحيمي، هذا سبب مغادرات الرجاء والتوقيع للاعب الاماراتي. وفي تفاصيل الخبر كشف الدولي المغربي سفيان رحيمي لاعب نادي العين الاماراتي ان العرض اللي توصل به من فريق العين خلال فتره الانتقالات الصيفيه الماضيه ما كيترفضش، واعتبروا افضل العروض اللي كانت تحت تصرفه. وقال رحيمي لقناه نادي العين الاماراتي ان عرض العين كيناسب تطلعاته رغم توصله بعديد العروض من اقوى الفرق العربيه سواء على المستوى التقني او المالي، لانعش خزينته وخزينه نادي السابق الرجاء الرياضي. وتكلت الصفقه الدولي المغربي سفيان رحيمي نجم الرجاء السابق بالنجاح بعد موقع خلال الميركاتو الصيفي المنقضي صفوف العين الاماراتي عقد كيمتد لاربع سنوات، ونجح سفيان في تحقيق انطلاقه قويه مع العين الاماراتي هذا الموسم، وكان مساهمته اثر ايجابي على الفريق بحيث استطاع تسجيل هدفين، علم ان فريق العين الاماراتي كيحتل المركز الاول في الدوري. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فيغ، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إذا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.